أستاذة إيمان اتفضلي. أستاذة إيمان من الإسكندرية اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير اتفضلي. كل سنة وأنتم طيبين وكل أهل مصر بخير بمناسبة الأعياد وبمناسبة شم النسيم. كل سنة وكل المصريين بخير إن شاء الله. طبعا أنا والله عارف حضرتك يعني حتى الواحد لو عنده يعني حاجات مزعلاه في حياته أو في دنيته الحاجات اللي بتحصل من البرلمان بتخلي الواحد يضحك يعني يبقى مبتسم كده حاسس بنكتة يعني عارف حضرتك قفشات برلمانية يعني يعني حضرتك انت واخداها في إطار النكتة أو الكوميديا اضحك مع مجلس النواب يعني هو عشان امر غير قابل للتصديق ضحكات برلمانيه ضحكات برلمانيه اي حاجه ثانيه غير انه ان الناس دي حاسه بالناس وبالمصريين يعني حضرتك انت دلوقتي لما هتعمل تسعيره طبعا هتسيب تويتر طب ايه رايك في اليوتيوب ولا هنعمل تسعيره ولا الواتساب ولا تويتر عشان نحدد بس وائل بيه معلش صاحب التسعيره بتاع الفيسبوك ليس النواب ليس النواب احنا اتنين نائبين انا واحمد بيه نسمع بس التسعيره طيب حتى يعني 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 فكره انه يبقى فيه كل واحد يبلغ عن رقمه القومي وتليفونه وتعتمد الصفحه باسمه يعني خد تصريح من وزاره الداخليه مع الامن قلبا وقالبا وربنا يوفقهم ويديهم الصحه ويقدرهم على اللي احنا فيه حقيقي لا طبعا رقم قومي اجراءات امنيه اي حاجه طبعا امنيه انا معاها 100% انما اي حاجه البرلمان بيتكلم فيها نفسي مره يتكلم ازاي يقدر يطلع فلوس للشعب مش ازاي يقدر ياخد من جيب الشعب حضرتك اعمل تسعيره زي ما قلنا قبل كده من كام يوم في حلقه حضرتك تسعيره للسلع الغذائيه تسعير جبري بتدور على تسعيره للسيف بالظبط دي حاجه الحاجه الثانيه اذا كان مارك نفسه قال لك مجاني وسيبقى مجاني حاجه مش ممكن الحقيقه انا خايفه بعد كده تعملوا رسم دخول للحمامات داخل البيوت شكرا ده اكيد في تشريع قادم حياتي